غادا نخرج نتمشى شويه لانه اليوم نهار كله وانا في الدار وفي بلا رموش كنبان حالتي يا عباد الله. غنخرج نتمشى شويه راكم عارفين الويكاند المهم الويكاند راه مشى اليوم الحد. انا باش نشارجي انرجي جديده الاثنين ضروري خصني نهار الحد في الليل ولا في العشيه ندير شي حاجه اللي كتعطيني الطاقه باش على غدا كنوض بواحد الطاقه ماشي نورمال. فلهذا حبيبي قبل ما نخرج نتمشى نبارطاجي معكم هذا البرودوي هذا اللي منع تساقط الشعر وتطول الشعر ديال لاكان صاحبتي حسنة تيوغ اللي غنحط لكم الانستغرام ديالها هنايا للطلب المرجو التواصل على الخاص. كنت غندهنو دابا ما يتفكرت بلي انني باغا نخرج نتمشى وندير شويه ديال ستوريات وهذا فغيبان شعري مزيت ما كاينلاش. ولكن فاش غنرجع للدار ان شاء الله غادي نشقق به شعري فقط الشعر هنايا هنايا هاد البلاصه اللي عندي انا خاويه اللي راني مغطيها غير بالقصه و غادي ندهنو مزيان ونخليه في شعري لوحده. فاللي بغى يطلب هاد الزيت البنات يتواصل معاه على الخاص. بعدا في المغرب راه عندكم توصيل لاي بلاصه كنتي فيها في المغرب يعني من طنجة حتى للقويره ما عندهمش بروبليم وكذلك في الدول الخليجيه يعني عندكم توصيل حتى لباب دارك فين ما كنتي حبيبتي في الدول الخليجيه. وهذا ما كان راني حطيت لكم الانستغرام قبل من هاد ستوري اختي خمشي نتمشى شويه نجمع انرجي الغدا. المهم خرجت نتمشى تقولوا لي انت غادا ديري رياضه وشعرك مطلوق. نو انا ما غاديش ندير رياضه انا غادي نتمشى يعني ما غاديش لاصال غنتمشى وغنمشي من هنا لداري حتى لهذاك المكازا ديال الشينو كبيره باش نمشي نطلع صحاباتي راهم تما المحسادات المقهورات المدعارات. وخبركم ان 10 دقائق من داري لهذيك البلاصه و10 من هذيك البلاصه لداري هي 20 دقيقه. والمشكل ما ديتش معايا الفلوس دابا فكرت انني كون جبت غير لاكارت في يدي باش الا عجبتني شي صاحبتي نشريها مي ما جبتش الفلوس دوماج. يا سلام يا سلام يا سلام ولي ولي لطيف اش كديري هنا حنان صافا حياه كي دايره كلشي مزيان ويلي على كلثوم ها انت على ياسمين ما اش كدير هنايا مليكه ولي 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 تلات بك اليوم وليتي كتسربي في القهاوي ولي ولي صحاباتي كلهم ويلي 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 ولي. هاد المرة كنعرفها ياك وهادي حادة ياك الله يسر ويلي ويلي على لطيفة منال إكرام ويلي ويلي على هدى لا ويلي 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 ها انتوما فين تلات ليام فاطمة لا لا ما يمكنش امبوسي صحاباتي اليوم جيت لقيتهم مستفات مقندرات مقعشتشات ويلي وخت الله يكون في عوانهم الله يسهل عليهم لا لا ختم كاين لا صداقة لا ولا بسلامة ويني مساكن هادوك اللي دخلوا كلاو وشربوا في داري يا اختي تلات بيوم الايام لقيتهم مستفات هنايا سكيليطات انت يا مدام صبيحه حبيت شفت الوصله فوق راسي ملي غدا بالخبز الفران صحاب الاقنعه هادوك اللي كي يدخلوا علينا بوجههم ووجههم الحقيقي هو الضا والله لا هاد الوجوه كيفكروني في شي ناس ما عرفتش باش بالضبط شكون هما هاد الناس كلاو شربوا مشاو هضروا والله الا منافقين ها وجوههم الحقيقيه ولي 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 اللهم صل يا ارحم الراحمين الله واخيرا انا في الدار. المهم شارجيت شويه ديال الطاقه الايجابيه وغدا في الصباح غنوض مشارجي الطاقه الايجابيه طبعا نشرب واحد القهوه قهوه سعيده في الليل باش تعرفوا اني انا واحد الانسانه تنحماق على الكيسان وتنموت عليهم تخيلوا معايا هاد الكاسه البنات المهم غيعقلوا عليه غير الناس اللي متبعيني من 2000 وحزقوا شمليه هاد الكاس خديته فاش كنت حامله بلونه تخيلوا معايا وكانت معايا صاحبتي كوثر الا كنتو عاقلين عليها وقالت لي لا وهاد الكاس لوحيه واري نهرسه واري نديه قلت لها علاش قالت لي اختي داكشي ديال هي عندها داكشي ديال الناس قدام فاقله قالت لي لا وانت حامله وماشي مزيان تشوفي هاد الكمامر هكا زعما بحال هكا كانت كتدخل لي داك الوسواس وبقوس ما دخلت لي الوسواس دخلت لي الشك وبغيت نلوح الكاس وانا نقول لا قلت لها اذا صافي ما نبقاش نشرب فيه غادي نخبيه وشوفوا سبحان الله هاد الكاس شحال هو معايا دابا 3 سنين عرفتي من سامريس نجبد لكم الكيسان عندي كيسان ديال عام جدو والونسين سبحان الله الصراحة ماشي منعتي ندخل في هاد المواضيع التافهة ولكن حبيت ندخل الحصان ديالي حصاني بغات شو تخرج ليا اليوم ما غاديش تبات برا تدخل الفرس حبيبي انا كنت سارة في الانستغرام ويتبان لي واحد المرأة مرأة كبيرة ما غاديش نسبك لان
خساره فيك حساس تبان. بنت لي واحد المراه كبيره دايره الزيف جالسه كتقول لهم هذا عار هذا عار حيدوا لينا فلان وفلان وفرت لنا من السوشيال ميديا. اولا السوشيال ميديا ماشي ديالك الشارفه انا وعدت انني ما غاديش نفصل الهضره. ثانيا نربي ولادنا نربي وليداتنا ما نسميوش التربيه الفاسده ديالنا اللي ما صدقاتش في الناس. انت ما ربيتيش بنتك مزيان علاش غادي تلصقيها فينا حنايا؟ هادو اللي في السوشيال ميديا هما اللي خسروا لي اخلاق بنتي. شو سويتي سالينو انا سمحوا لي انا غنهضر في الواقع. انا تعاشرت مع ناس كيفسدوا الحمد لله انا ما تنفسدش. تعاشرت مع ناس كتدير وما تنديرهاش. تعاشرت مع ناس وما تنديروش. تعاشرت مع ناس وما تنشربش. كنمشي لكباري كنغني وكنجلس كيجيو عندي مثلا السربيه كيقول لي اش بغيتي لاله ساره كنقول له جيب لي ريد بول كيقول لي بلا ما تضحك عليا قولوا لي قولي لي اين النوع ديال بغيتي كنقول له انا ما تنشربش قلت لك جيب لي ريد بول. يعني ماشي ضروري يكونوا ناس ياثروا علينا. التربيه اللي كيربيونا والدينا هي اللي كتلعب دور كبير في حياتنا. فلهذا المرجو من الناس ديما كنقول لكم هذه الهضره ربيو ولادكم وما تلصقوش تربيتكم الفاشله في الاخرين. ماشي حيت انا ربيت بنتي وفشلت ليا التربيه ديالي في بنتي غنلصقها في ولا حيتاش هي نو ما كاينش حيتاش نو حيتاش انا ما ربيتش بنتي تربيه كافيه باش انها سبحان الله العلي العظيم. الناس اللي معقله والعقل ديالهم زوين تعترفوا بالاخطاء تيقول لك انا ربيت ولدي ما يربيته تربيه فاشله ما صدقتش ليا التربيه ديالو كنت انا علمته وعطيته وحضنته طا 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 ما كانش غيتبع الرفقاء السوء ديال الاصدقاء ولا كان غيتبع هذا الشيء فهمت. يعني الناس سبحان الله حنا الشعب الوحيد اللي كنهربوا من المسؤوليه. الشعب الوحيد اللي كنهربوا من المسؤوليه هما حنايا. فاش حاجه ما تصدقش لينا يا كنلصقوها في الله استغفرت الله يا كنلصقوها في الدنيا يا كنلصقوها في البشر يا كنلصقوها في الزهر سبحان الله العلي العظيم. كيكون عندك مثلا غونديفو دو طرافاي زعما غادي تمشي تقلبي على خدمه وكيكونوا داروا لك واحد يعني تجي باش يديروا لك واحد المقابله كتمشي ما كتصدقلكش داك المقابله كتجي ديريكتومون اوتوماتيكمون كتلصقيها في الزهر. الزهر ما عنديش اختي جاب الزهر الهضره ما قبلوكش حيت انت مثلا ما عجبتيهمش قلتي شي كلمه ماشي لابقه خدنا تصاحبت مع خونا بقت معاه لمده 3 سنوات وهي غدا معاه طلع معاه الزفت حي لونا خرجي من الدوش الزفت حي نعسي طلعيه هبطي في الاخر ما كيديهاش كتجي كتقول لك ضحك عليا حبيبتي لما كنتي بتهزي رجليك معاه ما كان بيضحك عليك كنتي راضيه وكنتي بتجيبيه نعم ولا لا وكنتي حابه الموضوع وحابه اللحظات فليش لما ما بيكمل معك بتنوضي بتبكي وبتشكي علينا هكاك غنرجعوا نبقاو في الموضوع ديالنا ديال هاد المراه هاد الشرفه الهارفه. كما قلت لكم ما غاديش نسب هاد المهتوكه المشروكه المفتوقه المعلوقه اللي كاسه كتقول لك انا بنتي انت بنتك اختي حيت انت بنتك تربيتك فاشله الحاجه انت بيدك مقابلنا في السوشيال ميديا كتفرجي فينا فعوت اختي تمشي تقابلي بنتك الخصوصيه ديال بنتك اشنو بغات بنتك مقابلنا حنا في السوشيال ميديا اشنو كنديروا عليها ما كانش عندك الوقت باش تربي بنتك وسير ربي بنتك الشرفه حاشك حتى نقول لك الحاجه انا وعدت راسي ما نسبهاش رسالتي موجهه ليك امل الميساج ما غاديش نسميك وما غاديش نقول سميتك وانت عارف هادشي وانا ما تنخونش العشره ولكن حبيبي واش انت صافا بادي لاتيت فاش كنتي كتفكر تغلط معايا ما فكرتيش انها غتجي اللحظه ديال الندم. الله سبحانه وتعالى خلق الخطا وخلق الندم ما فهمتش كتحسبوا راسكم من شي عضو اخر زعما ما غيكونش في قلبكم احساس الندم ولا ما فهمتش كتغلطوا وتديروا العيب وتخرجوا العيب وتديروا وكتديروا ما في وسع يعني الجهد ديالكم باش انكم تقلقونا وتغضبونا وتخرجوا معنا العيب وفاش تتند معكم الحال سمحي لي كلمه سمحي لي سهله. انا ما فهمتش علاش بنادم فاش كيكون معايا واش كيكون كيبدلني نفس الشعور. انا كنكون مرفوعه في داك الوقت سواء كان راجل ولا بنت بصح فاش كنكون صعب مع شي بنت كنكون مرفوعه ما كنكونش كاينه في هذا العالم. لان الا جيت نقول لكم انني دابا حاليا كنراجع لا ليست ديال لا ليست ما عرفت اختي فاش كنراجع الدفتر ديال الماضي ديالي شكون اللي كان داخل في حياتي بعد شي الانواع يعني كنقول انا دخلت هذه لداري انا خرجت مع هادي انا مشيت درت الشوبينغ مع هادي
او ماي جاد، هذه من واحد الناحيه. ومن ناحيه اخرى الرجال كذلك، ما فهمتش واش كتكونوا كتبادلوا لي نفس الاحساس. انا كنكون في ذاك الوقت مرفوعه وانتم كتكونوا كتغلطوا بدون سبب، يعني كتجيو وكتغلطوا. انا ما فهمتش خويا، من انت عارف راسك غادي تندم معاك الحال وغادي تطلب السماحه علاش غلطتي في الاول. حبيبي انا صافي فقت، مشى مني داك الدخان اللي كانت فيا. انت عارفني انا شنو كنسوى، يعني مادام انك 10 سنين عارفني شنو كنسوى. اولا ما يمكنش حتى انت في داك المومنت اللي كنتي معشمني فيه كنتي واكل شي حاجه، ما كنتيش شايف فيا الحاجه الزوينين، لان انا فريمون فاش كنت مصاحبه معك انا كنت مرفوعه، انا كنت كنتعاطى شي حاجه ما كايناش، يعني كنت كان ندير بزاف ديال الحوايج الله يسمح لينا محرمها الله سبحانه وتعالى، عليها كنت مصاحبه معك. ولكن حسن انت كنتي فاقد الذاكره سبحان الله، ما كنتيش كتعرف شنو كيعجبني وشنو ما كيعجبنيش. واو، حتى كيخسروك ويضيعوك ما بين ايديهم عاد كيجيو ما لاحظتوش انا فين ما كنتفارق مع شي واحد كنزيد غير مزيان. اما فاش كنحيد عليا هذوك رفقاء هذوك الصحابه الطمات ساكن، انا كنقول لكم راه الله سبحانه وتعالى فاش كيعطي شي حاجه كيعطيها، يعني واخا تلصقي فيا واخا تخرجي معايا واخا تمشي معايا راكي ما غاديش تاخديها. كذلك انت اخويا، الا عطاني الله شي حاجه راه غيعطيها ليا. الله عطاني الشخصيه القويه، راه والله لا هبطتيها ليا في الارض. شنو زعما كتجربني؟ ها انا نتفارق مع هادي نشوف واش تعيط لي نعيط لك. واخا عيط عيط لواحد 09 احلام عيط، اه 109 احلام مسكين الله يسر. حبيبي تصبحوا على خير، نتلاقاو غدا في الروتين ديال الصباح ان شاء الله غادي يكون مختلف. اوروفوار.